العرجون عبد الإله الحافظي محمود زغيدة ومحمد زريدة كذا هكذا هي الأسماء الحاضرة من جانب فريق الرجاء في لقاء اليوم. هذه الجولة الثالثة عشر. إذن نسر الأخضر بأنصاري بعشاق الخضر في ملاقاة البرتقاليين على أرض ملعب فريق نهضة بركان المتصدر ب 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوداد. الغريم الرجاء في المركز الثالث ب 20 نقطة منقوص من لقاءين. 20 نقطة لفريق الرجاء من 6 انتصارات في دوري مقابل تعادلين وهزيمتين، سجل 14 هدف وتلقى 4 أو تلقى 8 عفوا 15 هدفا لنهضة بركان في الصدارة من أصل 8 انتصارات 3 تعادلات وهزيمة واحدة للنهضة البركانية التي كانت خارج الديار. بكر الهلالي حاضر وهو اللاعب السابق للغريم الوداد، ومحمود بن حليب أيضا بالحضور اللافت على وسائط التواصل الاجتماعي وما فعله مع أخته طبعا التي تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ربما مرضى التوحد بعد وفاة الوالدين. لفتة رائعة من محمود بن حليب الذي يقدم درسا في الإنسانية مع أخته التي ليس لها سوى هو وليس له سوى هي. إذن بداية هذه المباراة، بداية هذا اللقاء الموعود المرتقب المنتظر بين صاحب الصدارة في البطولة إلى حد الآن وصاحب المركز الثالث نهضة بركان والرجاء البيضاوي المغربي. كرة عرضية في هذه البداية، المتابعة من أنس سنيتي يسيطر على هذه الكرة، حارس مرمى الرجاء، عرضية من ألان تراوري البوركينابي حاضر مع نهضة بركان. هذا الفتى اللي كان الفرنسي. أجواء رائعة لمباراة كبيرة بلا شك، مرتقبة منتظرة، نقدم فيها كل فريق أفضل ما لديه وكل فريق أحسن ما لديه. كرة أخرى برتقالية بركانية، طبعا الفريقان اللذان اصطدما ببعضهما البعض في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الفارط، هما يلتقيان يصطدمان. لك أسماء أيضا سبق لها وأن تقمست ألوان فريق رجاء حاضرة من نهضة بركان، وأسماء سبق لها وأن كانت في فريق الوداد حاضرة في نهضة بركان. إذا مواجهة خاصة لعديد اللاعبين من كلا الجانبين، سواء بكر الهلالي اللاعب السابق للوداد أو محسن ياجور الحاضر من جانب نهضة بركان. كرة عرضية خطيرة، جول جول رجاوي 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 أيها السادة، هي العادة من غير الرجاء العالمي يكون سباقا للتسجيل. لما تسجل الرجاء فدون في الصفحات، هذا النسر العالمي من غيره قادر على الإبهار على الإقناع على المتعة. عبد الإله الحافظي يتمكن من وصول من الوصول إلى مرمى زهير العروبي، هنا الاستلام، هنا الدوران، هنا المرور، هنا التحضير. يا سلام يا سلام يا سلام يا الحافظي، مالانغودار مالانغودار وبحث عنها من الكونغو فوجدها في الدار البيضاء. عند هذا عند ذلكم الرجاء يسجل، واي رجاء، عبد الاله الحافظي يدون اول اهداف هذه القمه. الحافظ الرائع يصل الى مرمى زهير العروبي من اول كوره من اول لمسه.
الهدف السابق لفريق المغرب التطوان البطل اللي حرم زيد كروش الفريق الرجاء الهلالي. كره الى وسط الميدان للعربي الناجي، عربي الناجي الى يوسف دايو لمسه على اقصى اليمين، وضع التسلل على حمدي العشير، وضع التسلل يشير اليه حكم المساعد. بدايه ناريه لمباراه من المرتقب ان نشاهد فيها الشيء الكثير بين الجانبين. قلت فريق نهضة بركان الذي تلقى الخسارة الكبيرة خارج دياره في الدوري، رجاء خسر على ملعبه في الأسبوع الثامن، مباراة مؤجلة لعبت في 30 من شهر ديسمبر أمام فتح الرباطي بهدفين نظيفين. مطبق على قاعدة فريق نهضة بركان الدفاعية. الرضوان جيد يتدخل ويعلن عن خطأ واضح، نعم لا مفر من ذلك، خطأ موجود لكتيبة الرجاء. لعمر العرجون وعبد الإله الحافظ كرة على أقصى اليمين ولكنها تصل سهلة لزهير العروبي. قلت خسر نهضة بركان خارج دياره هذا الموسم وآخر زيارة لفريق الرجاء إلى هذا الملعب، كللت بعشرة أهداف كاملة، لقاء طبعا كلل بعشرة أهداف، سبعة منها للرجاء وثلاثة لنهضة بركان. الموسم الفارط 7-3 في البطولة. زكريا حضراف طبعا التدوين أولا حسب التسلسل. بكر الهلالي في الدقيقة السادسة، زكريا حضراف في الدقيقة العاشرة، كوجو في الدقيقة 14، ثم تولت أهداف الرجاء الستة. زكريا حضراف في الدقيقة 49، بدر بنون في الدقيقة 57، بعدها بدقيقتين زكريا حضراف أمضى الهاتريك، عمر بالطيب في الدقيقة 64، محسن يزور سجل ودون هدفين في الدقيقة 71 و87، عبد الله محمد سجل هدف ثالث لفريق نهضة بركان، 10 أهداف كاملة في لقاء الفريقين الأخير على هذا الملعب. وقبلها في كأس الكونفدرالية تعادل الفريقان من دون أهداف الموسم الفارط، بعدما حقق الفوز فريق نهضة بركان على أرض الرجاء بأربعة أهداف لهدفين. كرة خطيرة من أجل التعادل ولكن العرضية تجد دفاع فريق الرجاء. تخرج الكرة لمحمود بن حليب، يقاتل ويصارع ليخرج بها. رضوان جيد يطلب الهدوء بلا شك. هذه العرضية وهذه الكرة الأخيرة بالرأس، محاولة حمدي العشير. حمدي العشير 32 سنة، كان في جمعية سلا، طبعا غيابات كثيرة عن فريق الرجاء إذ استدعي 21 لاعب لهذه المباراة ومن بينهم الشكير. 6 أسماء تغيب عن هذه المباراة: بوطيب، فابريس نجا، جبيرة، والدويك دويك للإيقاف، وحميدة حداد للإصابة، فابريس نجا أيضا، وجبيرة للإصابة إضافة إلى الشكير. ولكن رغم ذلك 21 لاعب سوف يؤدون دور البطولة في مباراة اليوم. محسن متولي في وسط الميدان يكسب خطأ، كرة لرفاق بدر بانون، النجم محسن متولي يجعل مرة أخرى على كرة لبين مالانجو،
الكونغولي مالانغونغيتا. ألان تراوري، كرة بينية لا تمر، الحكم يعود خطأ إلى خطأ للخيل البوركينابي. ألان تراوري الذي سبق له أن كان في نادي أوسر الفرنسي وبرست ولوريون، أعير لموناكو، لعب لقيصر سبور التركي ولفريق المنخية القطري قبل الانتقال إلى نهضة بركان في سنة 2018. الدولي البوركينابي 55 مباراة دولية مع الخيول البوركينابية، سجل 21 هدف. مع نهضة بركان عنده 11 هدف إلى حد الآن. إذن كرة في فرصة في محاولة للتعادل، بدر بانون يتدخل، إبعاد الخطر من عبد الإله الحافظي المتميز. نهضة بركان اللي خسر قبل 4 أيام من نهضة الزمامرة ب5 أهداف نظيفة، الخسارة الوحيدة لهذا الفريق. هناك خطأ سجل عبد الصمد المباركي، هشام مرشاد، زكريا كياني، وابراهيم البحري. خسارة نهضة بركان امام نهضة الزمامرة. خطأ اخر بينما تفوق نهضة بركان على رجاء بن بلال واولمبيك خريبكا وعلى الجيش الملكي وعلى اتحاد طنجة وعلى مولودية وجدة وعلى الوداد، وفاز على سريع وادي زم وعلى حسنية أكادير، وتعادل أمام الفتح وأمام يوسفية بن راشد. تعادلان في الدوري فقط مقابل هزيمة واحدة تلقاها في المباراة الأخيرة. جماهير غفيرة في مدرجات ملعب المباراة في ملعب بركان. تدخل قوي على محمود بن حليب، سلامات يا محمود، تغيير اضطراري. المصائب لا تأتي فراد على رأس فريق الرجاء. شارك مع نهضة بركان في المنافسات الإفريقية، هو موجود في دوري أبطال إفريقيا. الرجاء في مجموعة شبيبة القبائل، والترجي الرياضي التونسي سفيان الرحيمي يأخذ مكان محمود بن حليب. ومخالفة حاضرة الآن لعمر النمساوي. النمساوي البرتغالية من النمساوي إلى القائم الثاني، خروج لحارس المرمى بالخطأ وكورة يبعدها دفاع الرجاء. دفاع الرجاء بصعوبة، لم يكن موفقا تماما في خروجه أنس الزنيتي. تخرج كرة الآن في مساحة شاغرة، سفيان الرحيمي لتو دخل، سفيان الرحيمي يعبر ولكنه لا يمر، يرتكب المحذور سفيان. لتوه قد دخل إلى أرضية الميدان سفيان الرحيمي بدلا من محمود بن حليب. غيبات بالجملة بلا شك تؤثر. نهضة بركان المشارك في كأس الكاف، كأس الكونفدرالية الإفريقية. لعب أمام موتيما بيمبي وخسر بهدف دون رد. هزيمتان متتاليتان، واحدة في الدوري واحدة في كأس الكاف، من شأنها أن تعطي الانتباه بأن هناك تراجع على مستوى أداء فريق نهضة بركان. بالمقابل سوف يحل ضيفا على المغرب التطواني بعد أسبوع، ثم يرحل للبنين. كرة لرفاق ألان تراوري، زيد كروش يلوغ ببراعة، عمر النمساوي العرضية، يتدخل الدفاع بامتياز وعادت للحافظي، والإبداع والإبعاد من الرحيمي.
سفيان الرحيمي من وسط الميدان، البحث عن محسن متولي من بين مالانجو. مالانجو عندك الحل عند الحافظي دون أن يرفع النظر، أداء ممتاز يقدمه فريق الرجاء برفقة المدرب جمال سلامي. يعاني محمود بن حليب، سلامات، يبكي. الصورة أصلا كانت معبرة في وسائل التواصل الاجتماعي، فما بالك أنك تلعب دقيقات وتخرج مصابا يا بن حليب. الله يعينك والله، يفرج عليك وعلى أيامك وعلى كل اليتامى في 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 الأمة الإسلامية، ويعينك على مرافقة أختك وكذلك التكفل بها بأفضل طريقة ممكنة، ويعينك على الإصابة التي تلقيتها. بكر الهلالي، ربع ساعة يمر منذ بداية هذا الشوط الثاني. بكر الهلالي وكرة تعود لسند الورفلي، الفتى الليبي الجهة اليمنى، يلعب عمر العرجون كأنه، أو يساند أكثر اللاعب محمد زريدة. سند الورفلي يلعب مع بدر بنون في المحور. وأسامة سخال هو اللي يلعب على الجهة اليسرى. حافظي والتعليمات، كرة طويلة لسفيان الرحيمي، رسالة لزهير العروبي. طويلة في العمق، هناك تغطية من سند الورفلي. الدولي الليبي يتدخل، أكثر من ربع ساعة يمر منذ بداية هذا الشوط الأول. زال هدف عبد الإله الحافظي في الدقيقة الثانية، هو المهيمن وهو المسيطر. كرة سهلة لأنس سنيتي، طويلة للحافظي ومحسن متولي. محمد زريدة بن مالانجو، الكرة تعود إلى وسط الميدان عن طريق لومبانجوما. رجاء اللي فاز على اتحاد طنجة بأربعة أهداف نظيفة قبل أيام، عوض خسارته أمام الفتح الرباطي بهدفين نظيفين. بين مالانجو جيتا، محمود بن حليب سجل ثنائية، كل لاعب سجل ثنائية، بين مالانجو وانجيتا أيضا، بين مالانجو ومحمود بن حليب اللذان سجل الثنائية. خرج محمود بن حليب ودخل سفيان الرحيمي في تغيير اضطراري من كتيبة جمال السلامي. كرة بالرأس من ألان تراوري بعيدة وسهلة إلى ركلة مرمى لرفاق بدر بنون. هذا هو أسامة سخال اللي يلعب على الجهة اليسرى في غياب جبيرة، في غياب عمر بوطيب. سلامات، إن شاء الله ما يكونش إصابة بالغة على مستوى الأربطة. كرة من وسط الميدان، الرجاء يتعاقد مع المتميز محمد مكعزي الرائع. كرة في التغطية ممتازة،
لمسة على الجهة اليسرى للنهضة البركانية، الان تراوري بالراس، سهلت مهمة اخراج الكرة من سفيان الرحيمي. الرحيمي والتغطية من عمر النمساوي. أسامة سخان. تهدأ الأمور عند فريق نهضة بركان. باحثين أو باحثين عن التعادل. نلعب دقيقة العشرين منذ بداية هذا الشوط الأول. محمد عزيز، كرة يقطعها محمد زريدة، أخذ ورد بين الجانبين، أصبحت أخطر فخطيرة لفريق نهضة بركان. إمكانية التصويب، نمساوي يطلب الكرة في المساحة الشاغرة لكنه محاصر. تدخل على عمر النمساوي والخطأ مرتكب من الكونغولي لوامبا. كرة من مخالفة الآن. نمساوي، ألان تراوري بحثا عن التعادل. عمر النمساوي تركيز كبير، يخلي الكرة لألان تراوري، هو بالراس، وصلت إلى ركنية، ضربت في سفيان الرحيمي وخرجت. نتابع. الرجاء فاز بالأربعة ونهضة بركان خسر بالخمسة، وآخر مواجهة الفريقين 7-3 للرجاء. الحافظ الآن، ماذا تنتظرون وماذا تقرؤون في هذه النتائج؟ ممتاز محسن المتولي، خبرة السنوات. شخصيا ما كنتش نتوقع أن محسن المتولي يرجع للرجاء وبهذا الأداء وبهذا الإبهار وبهذا الإقناع أيضا. مازال حاضر، براعة من محسن. السند الورفلي يلعب كرة بعدما وصلته من أسامة سخال، فتى الموهوب القادم من شبان الفريق النمساوي في مهب الريح، بعد كرة رائعة من محسن متولي. رجوية الكرة لسند، سند الورفلي يبحث عن بن مالانجو، تعود إلى الوسط، لمسة يد على الكونغولي لوامبا نغوما. بكر الهلالي طبعا 11 لقبا لفريق الرجاء بالبطولة المغربية. أول ألقابه كان في سنة 88، ثم توقفت مسيرته عن الصعود إلى البوديوم 8 سنوات متتالية. أكبر فترة لم يتوج فيها فريق الرجاء بلقب الدوري 8 سنوات، من غاية 88 إلى غاية سنة 96. اليوم عشاقه، محبه، أنصاره لا يريدون سلسلة أسوأ ومزيدا من السنوات العجاف ومزيدا من البعد عن الألقاب.
فالرجاء يحب البطولات والبطولات تحب الرجاء، والنسر يحب التحليق والسماء تحب الرجاء. نسر الرجاء يحب التحليق في السماء والسماء تحب نسر الرجاء. كرة في فرصة، طبعا هذه السنة سنة 2020 ومنذ آخر ألقاب فريق رجاء 2012-2013 نتحدث عن 7 سنوات، 7 سنوات لم يتوج فيها فريق رجاء بلقب البطولة، بذلك يقترب من معادلة أسوأ أرقامه في الغياب عن البوديوم من سنة 96 إلى من سنة 88 إلى سنة 96. لذلك فهو مطالب اليوم قبل غد أن يوقف هذه السنوات العجاف في الاقتصاد، في الحياة عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. جاءت 7 الشدات يا الرجاء، كرة براس مقطوعة من سند الفلي قبل حارس المرمى ناس سنيتي. 7 عجاف من 2012 إلى 2013 إلى غاية 2020، 7 شيدات. فيجب أن تتوقف هذه 7 شيدات لتبدأ مسيرة الصعود والارتقاء على البوديوم يا الرجاء. 25 دقيقة، هؤلاء المحبون والعشاق والمناصرون والشجعان والأبطال بالأوشحة لأخضرهم العالمي، لنسرهم، يرحلون يوفون يوالون ينتصرون يغنون يرسمون يحبون. هواهم الرجاء والرجاء هواهم. هذه كرة من الركنية لنهضة بركان، سفيان الرحيمي براسه، عادت لعمر النمساوي، محسن متولي والنمساوي حكم المباراة يعود إلى خطأ، مرتكب على محسن. خبرة السنوات أيضا لعمر النمساوي. طويلة الكرة من أنس زنيتي، حل وصيفا لحامل لقب البطولة سنة 83 فريق نهضة بركان. آنذاك كان البطل اسمه المص فريق النمور، والآخر يغيب عن الواجهة غياب النادي المكناسي والنادي القنيطري. حلالة بويز والكوديم والمص أين هم؟ كرة من وسط الميدان لزيد كروش، عمر النمساوي، تعود كرة لثنائي وسط الميدان الوامبا وعمر العرجون، سند الفرلي. محسن متولي بالبراعة اللازمة يقف على الكرة ويمر مشوار طويل وعريض من التميز من التألق لمحسن متولي، وهو الذي يتولى الإبداع في كتيبة الرجاء. أنا تراوري كذا تنتظر هذه الكرة، مرت لحمد العشير. أنا تراوري مرة أخرى، نمساوي يلحق على كرة حمد العشير، هو النمساوي عرضية، سند الفلي تدخل موفق، لكن لا تلعب بالنار يا سند. لعبت بالنار يا سند الفلي. وصيف بطل العالم 2013 النسر الأخضر أمام بايرن ميونخ، 11 لقب بطولة، 8 كؤوس،
3 دوري الأبطال، واحدة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واثنين سوبر. موسم الفارط طبعا في الدوحة توج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي، بطل العرب مرة وحامل كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكوس في 2015. أيكم يأتيني بهذه الألقاب؟ من غيره الرجاء برافع التحدي. تمشي كرة طويلة، في العمق خطيرة، فرصة هدف ثاني لبين مالانجو، تمر أرضية من العربي الناجي على تراوري، يبحث عن زيد كروش ولا التسلل على حمدي العشير، خلاها سند الفلي في تغطية مثالية. دمنا تحدثنا عن الألقاب والسنوات العجاف، فإن فرناندو كابريتا مدرب البرتغالي هو أول مدرب يتوج مع الرجاء بلقب البطولة سنة 1988. هناك ارتقى على البوديوم النسر العالمي، مدرب اللي مات وتوفي في شهر سبتمبر 2014. كرة من وسط الميدان بالمهارات اللازمة يحافظ عليها براءة البراعة أيضا، بينما بعد ذلك بعد كابريتا جاء المدرب الجزائري رباح سعدان على رأس فريق رجاء، وتوج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا سنة 89 على حساب مولودية وهران الجزائري. كرة من وسط الميدان وهو لذلك أول لقب إفريقي لفريق رجاء، كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة زهير العروبي سيطر على الكرة الأخيرة، محمد زريدة هناك عرقلة وخطأ، حكم المباراة أمر بالمواصلة، ما في شيء ما في شيء يقول حكم المباراة، ولكن هنا انطلاقة من الوسط في العمق للحافظي ومحسن متولي بن مالانجو، الدفاع إلى ركنية، الدفاع إلى ركنية. قلت كابريتا المدرب البرتغالي هو أول مدرب يتوج بلقب البطولة المغربية مع الرجاء، ويهدي الرجاء والألقاب المحلية بالبطولة، لأنه سبق له أن توج بلقب كأس العرش سنة 74. كرة من مخالفة، لكن رابح سعدان مدرب الجزائري هو أول مدرب يمنح دوري أبطال إفريقيا لفريق الرجاء سنة 89. من الوسط لمحسن متولي، تدور كرة عمر العرجون لبدر بانون، الشاب أسامة سخاد وصلت للوامبا، يمر ويضع ظهره للكرة بشكل بارع، الكونغولي يبحث عن مواطنه بين مالانجو، ما زالت للوامبا نجومة، عبد الإله الحافظي، أوه لمن مرت كرتك يا محسن متولي، ذكاء من زيد كروش، وضيع كورة كاد أن يضيعها، يتابع عمر العرجون ويرتكب عليه الخطأ، لمسة عرضية
زالت الأمور على حالها، لازالت ستار لقمان على حالها. آلان تراوري يسدد والكرة إلى خارج أرضية الميدان. طبعا كبريطة البرتغالي رابح سعدان الجزائري، ولا ننسى أحمد تيباري المدرب المغربي الذي منح الرجاء أول ألقابه وهي كأس العرش سنة 74. هذا من الوسط شيء من التاريخ، فيض أو قليل من فيض. آلان تراوري كرة بعيدة تماما عن حمدي العشير، خلاها وصلت على الجهة اليسرى، خطيرة لرفاق زيد كروش، عرضية سدد الأورفلي وفرصام الكرة بعيدة. بعيدة هذه التسديدة إلى خارج أرضية الميدان. يمر الوقت ولا زال الرجاء بهدف عبد الإله الحافظي يتقدم. ويتميز جمال السلامي المدرب المخضرم والمدرب القدير، اللي يعد اغلى صفقات الرجاء. انتقل من الرجاء لبيشكتاش التركي. كره الى تماس، غضب من قرارات حكم المباراه. آلان تراوري من تضع الكرة وتنال بطاقة صفراء. موجود الفار، ما في شيء، لن يذهب عنك شيء. الكرة هل لمسها المدافع محمد زريدة أو لا؟ مش عارف. محاولة من الوسط للعربي الناجي محمد عزيز. أين هي ردة فعل نهضة بركان من أجل إدراك التعادل؟ تحكم في كل الأمور إلى حد الآن. بدر بنون بهدوء، عمر العرجون، زريدة، أنس سنيتي يشتت ويبعد عند بكر الهلالي. بكر ليلعب مع يوسف فودايو. هذا هو محسن يجور الذي فضل أن لا يعود إلى فريقه الرجاء، الفريق الذي برع فيه وتألق. كرة خطيرة بمراوغة رائعة من آلان تراوري. ما زالت المحاولة للخيل البوركينابي. حضر كرة، الحكم يحتسب خطأ لنهضة بركان. ضد محسن متولي الذي يعتذر لحكم المباراة ويقر بالخطأ. خطأ لمحمد عزيز. محسن يجور القادم من ضمك السعودي. كرة من مخالفة ملعوبة بالرأس. بدر بنون طويل القامة يبعد. ما زالت مستمرة للعربي الناجي ورفاقه. بكر الهلال يعيدها داخل منطقة الجزاء. خطيرة، زنيتي رائعة، خروج موفق لأنس الزنيتي.
سند لو الفلي يقول للحكم المساعد كانت هناك وضعية تسلل، لكن في هذه ما فيهاش. طبعا اللي راح تابع الكرة اللي ضرب الكرة براسه ما كانش متسلل، ولكن محمد عزيز كان متسلل. حافظي في انطلاقة سريعة خطيرة، الحافظي وكرة لبين مالانجو، بين مالانجو ما أروعك يا بين مالانجو، ما أبدعك يا زهير يا العروبي، أنقذ نهضة بركان من ثاني الأهداف. لم يكن متسللا إطلاقا عبد الإله الحافظي، مر وحط الكرة بروعة عند سفيان الرحيمي، حطها لبين مالانجو، بين مالانجو برأس الأصبع مثل ما فعل رونالدو الظاهرة البرازيلية أمام أوليفر كان الألماني في نهائي كأس العالم 2002 لما سجل هدف برأس الأصبع في مرمى العملاق أوليفر كان الحارس الألماني الأمين. فعلها رونالدو بن مالانجو، كاد أن يضيف الثاني لفريق الرجاء. يطالبون حكم المباراة بالتسلل على عبد الإله الحافظي، ولكن الحكم يبدو أنه سوف يضطر لأن يتابع اللقطة والصورة بالبار. هل ما إذا كان هناك وضعية تسلل أو لا، أو أنه يتحدث مع الحكم المساعد؟ يعني إذا كان في تسلل قلوله مباشرة، تحدث مع رجال الأمن. هل هناك ما يمكن أن يتسبب؟ في شيء ما في الأمن مثلا. هنا الكرة الأخطر بعد هدف الحافظي، تسديدة ولا أروع، والمتابعة أيضا من زهير العروبي ببراعة. بن مالانجو نجيتا رائع، ركنية الآن قرب الجماهير من أرضية الميدان، كرة من الركنية، زهير العروبي مرة أخرى يسيطر. زهير العروبي يسيطر على هذه الكرة إلى الأنفاس الأخيرة في هذا الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، نهضة بركان يتخلف بهدف لم يستفق من غفوته بعد، منذ الخسارة أمام نهضة زمامرة. ما زالوا نهضة بركان لم يستعيد التوازن، على العكس تماما الرجاء بعد الخسارة أمام الفتح. تضرب الأربعة أمام اتحاد طنجة، ليرتي كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة لعمر النمساوي ما خرجتش بكامل محيطها، خطيرة، التعادل يضيع. غريبة وضعية تسلل يقول حكم المباراة. نعم، كرة يعني صعب يكون فيها التسلل، لأن سند الورفلي تقريبا سند الورفلي كان في نفس الخط مع مهاجم نهضة بركان، ما كانش تسلل. أو يلعب بنار، يلعب بنار سند الخطأ الآن، مش سند الورفلي اللي يلعب بنار، هو لوانجا، لوامبا نجوما الكونغولي. طال غيابك عن البوديوم يا الرجاء عمر النمساوي الآن، وطال الجفاء يا نهضة بركان عن الانتصار، عن التسجيل. نمساوي وكورة ملتفة دائرية، تدخل إليه عمر الأرجون، الحكم يشير إلى وضعية التسلل. رضوان جيت، نعم وضعية تسلل على محمد عزيز القائد، دكة احتياط فريق نهضة بركان اللي فيها أداما، زكريا حضرف، طبعا زكريا حضرف ومحسن يجور ثنائي الرجاء سابقا، واللذان صنع المتعة والإبداع والروعة مع فريق الرجاء ذات يوم. ركنية الآن،
خاصة زكريا حضراف اللي سجل هاتريك في آخر مواجهات الفريقين في هذا الملعب، ولكن للرجاء وليس لنهضة بركان. حضراف يجور يقدمان من الدوري السعودي برفقة نهضة بركان اللي يعول كل التعويل على لقب البطولة الأول في تاريخه، مثل ما فعلها المغرب التطواني من قبل وتوج بلقب البطولة، ليرتي وتوج بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ في تاريخه طبعا. محسن متولي يكسب ركنية، زيد كروش غاضب، زيد كروش كان واحد من اللاعبين الذين صنعوا تاريخ الماط لما توج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه وكان على حساب الرجاء. مقطوع الكرة، كان الرجاء ينافس على لقب البطولة. بين مالانجو لم يكن متسللا، بين مالانجو وما زالت كرة مستمرة لسفيان الرحيمي. رحيمي رحيمي كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ما زالت رجوية لسند الورفلي، يطلبها في العمق وبكر الهلالي يغطي ويؤمن. بكر الهلالي، ولكن وين يا بكر؟ أيام بكر الهلالي وأيوب الخالق. وأيوب سكومة في فريق الوداد. لمسة يد على عمر النمساوي، غطى الكرة ببراعة، يكسب خطأ من أمام سفيان الرحيمي. دقيقتان وقت بدل ضايع في لهذا الشوط الأول، شاهدنا فيه هدف، محاولات من نهضة بركان للتعادل، كرة بين مالانجو من أجل هدف ثاني، واستمرت الأمور على هدف الحافظي في الدقيقة الثانية. من أول لدغة، من أول كرة، من أول لمسة، محسن متولي يزيد من السرعة، مازال قادر أنه يبدع. بين مالانجو أساء التفاوض، والنمساوي يغطي ويؤمن ويعود حكم المباراة. برافو في خطأ لعمر النمساوي. ضغط عالي من عمر العرجون، يأخذ مكان الدويك في وسط الميدان. نزل هدف الحافظي، يحافظ على تقدم الرجاء على أرض نهضة بركان. لكن بركان خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، لكن مش على هذا الملعب. طويلة الكرة وتعادل مرتين. زيد كروش يطلب كرة لكنها مستمرة على الجهة اليسرى. بدر بانون يتدخل يغطي ويؤمن. دقيقة الوقت بدل ضايع تقريبا انتهت. محمد عزيز وصلته كرة من العربي الناجي، عرضية بالرأس، رحيمي لا يتدخل، يتدخل رحيمي وتأتي صافرة رضوان جيد لتنهي الشوط الأول في بركان على وقع نهضة بركان. لا شيء، الرجاء هدف. نلتقي مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله. مع كل بداية سنة جديدة هناك انطلاقة جديدة.
نحو التميز والتألق من أجل حصد نجاحات جديدة وجذب أنظار جديدة. يناير على مجموعة بي إن الإعلامية. بي إن سبورتس، ديربي روما بين روما ولاتسيو، الكلاسيكو الألماني بين بايرن ميونخ وشالكة، بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. بي إن موفيز، أسماء لمعت في عالم السينما اتخذت من بي إن موطنا لأبرز أعمالها. بي إن كورمي، لحظات فريدة بنكهة مميزة، متعة للنظر ومفيدة للصحة. بي إن سيريز، أبرز المسلسلات العالمية بأحدث مواسمها في متناول يديك. بي إن دراما، مسلسلات جديدة ومواسم جديدة تملأ شاشتنا عدا عن برامج المنوعات والأفلام. بي إن 4K، مميزة بمحتواها، متفوقة بجودتها وفريدة من نوعها في المنطقة. تلفزيون جيم، حول الطفل عائلة وحول العائلة رفيقة مختلف الأوقات. قناة براعم، ترفيهية تثقيفية ومميزة بلغتها العربية بشهادة المدرسين والمختصين. بي جونيور، تضع العالم في متناول أيدي صغارنا بكل دراية ودراسة. في أستراليا تبدأ أولى بطولات الجراند سلام، حيث من خلالها يعلن التحدي من أجل موسم جديد لكل لاعبي ولاعبات التنس في العالم. بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأول غدا حصري على قنوات بي إن سبورتس. بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على بي إن سبورتس. That you had before. What makes him so special in your eyes? He's just a fantastic coach. Yeah, I only have good words for him. And that's not because he's the manager. I know you guys have other thoughts. I see some of the chuckles. You know, you got chuckles, grins. On one end, we couldn't go through the next round, and at the other end, you win the Champions League. So, it was unbelievable. It's a childhood dream. I had tears in my eyes, and so many things went through my body. I can't deny that last year has been my best season so far in my football career. Who is the joker between the two of you? No, we both like to get on each other's back. We always have the confidence and the faith that we can win a game. The luck of a champion. you can say it at the end of the season if we are champion, that you can say it luck of a champion. دي يونغ يحاور فاينل دوم وفان دايك غدا على بي سبورتس وان. دور الاثنين والثلاثين من كأس فرنسا. سان بريفي موناكو غدا حصري على بي سبورتس 6. محمود عندما نفذها بنجاح في المرمى الياباني في النسخة ذاتها لمصلحة منتخب الإمارات. يلا يا عموري، تقدم عموري. يا الله، مثل يونس محمود. ايش زينك يا عموري. أما الفرنسي زين الدين زيدان فكانت ضربته في المرمى الإيطالي هي الأكثر شهرة، كونها حدثت في نهائي كأس العالم 2006، وأيضا في مرمى من يعتبره كثيرون أفضل حارس في تاريخ اللعبة. بوفون، سيزو، زيدان. الفريق الفرنسي، والله حتى ركلة الجزاء بكل الإثارة. في الجهة الأخرى كان هناك من نجحوا في تنفيذها، إلا أن هناك أيضا من فشلوا في ذلك، وعلى سبيل المثال للحصر كريستيانو رونالدو ضد فريق أتلتيك بلباو، وستيرلينج أمام ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عندما أخطأ إحداثيات المرمى. أخيرا لن ينسى التاريخ
أن البلجيكي إيدن هازارد قام بتنفيذ استطاع من خلالها أن يسجل ثالث الأهداف. منتخبات القارة السمراء تترقب موعدا سيضعها على سكة طريق تحدد مجموعاتها، وذلك من خلال قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم فيفا قطر 2022 الثلاثاء على القنوات بي سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز، تشيلسي، أرسنال، الثلاثاء حصريا على قنوات بي سبورتس. الدور نصف النهائي، فرنسا، ليون، الثلاثاء حصريا على بي سبورتس 6. الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية، رانس، باريس سان جيرمان، الأربعاء حصريا على بي سبورتس 6. دوحة الرياضة والريادة ستشهد منافسة أفريقية من العيار الثقيل، حيث بطل دوري الأبطال وبطل كأس الاتحاد يتطلعان نحو اللقب الأسود. الترجي الرياضي، التونسي، الزمالك، المصري، كأس السوبر الأفريقي. الجمعة 14 من فبراير حصريا على بي سبورتس 1. بأسماء حضراتكم مشاهدين الكرام إلى بركان، وهدف دون رد لفريق الرجاء على نهضة بركان في ملعب بركان في هذه الجولة 13 من البطولة المحترفة المغربية. فريقان متنافسان على لقب البطولة هذا الموسم، كذا الرجاء وذلكم نهضة بركان المتصدر للمشهد العام للبطولة بفارق نقطة فقط عن فريق الوداد. رجاء بعشرين نقطة يريد تدليل الفارق أكثر فأكثر. إذن صافرة بداية هذا الشوط، أولمبيك خريبكا في هذه اللحظات يتفوق على نهضة زمامرة. صافرة رضوان جيد كان للرجاء ما كان سوف يمكنه من تسجيل الثاني.
لولا زوير العروبي الذي انقذ مرماه من كرة بن مالانجو. تغييرات مع بداية الشوط الثاني. شوف استفزاز لفريق الرجاء بدخول الثنائي السابق للكتيبة الرجوية زكريا حضراف ومحسن ياجور في الخط الأمامي لنهضة بركان، لاعبان القادمان من مشوار احترافي في الأراضي السعودية. نهضة بركان عنده 27 نقطة، 26 نقطة للوداد، الرجاء اللي عنده 20 نقطة في المركز الرابع، مولودية وجدة في المركز الثالث ب 22 نقطة. الفوز يعني الرجاء يقفز إلى المركز الثالث ويصبح في رصيده 23 نقطة، وبالتالي يقلص الفريق إلى 4 نقاط عن المتصدر. الصراع على شده، الرجاء يحلم بالعودة إلى البوديوم في السنة السابعة بعد 6 سنوات عجاف منذ 2013 آخر ألقابه. أتذكر ذلك أمام الدفاع الجديد بهدفين من الحافظي وعادل كروش. كرة ممتازة الآن لسفيان الرحيمي، الرحيمي الأرضية ذكية باتجاه الحافظي، ما زالت مستمرة لعمر العرجون. 1-2 حافظي اختار الفتى الشاب محمد الزريدة، عرضية وكورة لسفيان الرحيمي ياخذ المبادرة. الرحيمي لم تغطي الكرة بالشكل الجيد وعادت الانطلاقة الآن للكابيتان والقائد محمد عزيز. بعيدة بعيدة بعيدة، زيد كروش ومحمد عزيز بمن سوف يضحي المدرب طارق السكتيوي. يخرج حمدي العشير ويدخل زكريا حضراف، ويخرج ألان تراوري ويدخل محسن ياجور، ولا يخرج يوسف الزغيدي. عموما عنده الكثير من الوقت والحلول طارق السكتيوي، مدربا لنهضة بركان باحثا عن أول ألقاب النهضة البركانية بالبطولة المحترفة المغربية، والذي سبق له أن حل وصيفا ملاحقا لفريق المغرب الفاسي في سنة 83، متوج بكأس العرش سنة 2018. جمال السليمي ويوسف السفري المساعد، تعليمات يوسف، واحد أيضا من أعلام فريق الرجاء في حقبة الجيل الذهبي، الجيل الجميل، الجيل الذي أبدع في البرازيل. لو تبحثون في سجلات الحالة المدنية في البرازيل سوف تجدون ما بعد سنة 2000، سوف تجدون بنات برازيليات سمين بالرجاء مثل ما سمت الأمهات في البرتغال أولادهن بماجر، الذي سجل لبورتو هدفا في مرمى بايرن ميونخ في مرمى البلجيكي بفاف بالكعب، فأصبح مكتوبا باسمه. والرجاء أبدعت أمام كورينتشيانس البرازيلي وألهمت البرازيليين وفاجأت البرازيليين بأدائها وبروعتها في أيام الإبداع والمتعة والفرجة أيضا. أيام طلال القرقوري، مازال لم يدخل زكريا حضراف ومحسن ياجور. نادي الشعب يدخل، من يعرف بيت الرجاء، زيد كروش يترك مكانه لزكريا حضراف. طبعا ليدخل هو الأول هو محسن ياجور. كيف سوف تكون ردة فعل محسن ياجور ليلعب ضد فريقه السابق؟ ويدخل زكريا حضراف في مكان يوسف الزغيدي. نعم،
اول لمسه من زكريا اللي سبق له في هذا الملعب ان سجل هاتريك، ولكن بالوان الرجاء يا زكريا. كره عرضيه بالراس بدر بنون، وفرصه لالان تراوري. الابعاد وتشتيت، بينما الرجاء عنده محمد مكازي الوافد الجديد. بكر الهلال يغطي، زهير العروبي يبعد. اصبحت المواجهه خاصه وخاصه جدا الان، فيها الكثير من الحساسيات. لاعبين سابقين في فريق الرجاء يلعبون ضد فريقهم اليوم بألوان نهضة بركان. هذا هو أحدهم، زكريا حضراف ومحسن يجور. بكر الهلالي اللي سبق له أن لعب لفريق الوداد حاضر في مواجهة الرجاء. كرة من الوسط بلمسة من زكريا حضراف لمحسن يجور، خطيرة هذه الكرة. انطلاقة بن مالانجو لم يمر. بكر الهلال يتفوق. المراوغة الجميلة وتحضير لمحسن يجور. أفلت الكرة من قدميه. بينما عمر العرجون يترك مكانه لعبد الرحيم الشاكر، اللي كانت هناك شكوك تحوم حول مشاركته في مباراة اليوم. شاكر بلا شك قيمة مضافة في وسط ميدان فريق رجاء. الحكم يحتسب خطأً. شكر اللاعب السابق لفريق العساكر. عسكري في وسط ميدان النسر الأسود، النسر الأخضر عفوا. عمر العرجون غادر، شاكر دخل. العشاق في كل النواحي، في كل الأراضي، وسائل التواصل الاجتماعي تعج بجماهير الرجاء. التويتر يقول بأنه يملك أفضل قاعدة شعبية. الأرقام في تويتر، المحبون في أوروبا، العاشقون في أمريكا الشمالية، المناصرون. يا سلام يا الحافظي، ما أروعك الرحيمي. وكرة الهدف الثاني، آه يا رحيمي، آه آه يا رحيمي، كيف لعبتها. محسن متولي يعود ويستعيدها ويوسعها. الروعة والإبداع من عبد الإله الحافظي على طريقة الظاهرة مارادونا أنخيل دي ماريا. وأسماء كثيرة يعني، كثر من لعبوا الكرة بذلك الإبداع. راحت لي اسم اللقطة فقط. انطلاق الآن من زريدة، يلعب كرة ممتازة، وضعية تسلل على بين مالانجو. الكرة عرضية تأخر فيها النمساوي، كان فيها وضعية تسلل الكرة الأخيرة على بين مالانجو. كان يمكن تغيير الاتجاه وتغيير الفكرة من محسن متولي. لا 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 لا، ما كانش تسلل فعلا. كان المدافع يغطي يوسف فودايو البوركينابي. انطلقت محسن متولي، تجي الكره من الحافظي، ينزل للهلال الحافظي الى الوسط، كره على الجهه اليسرى. الخطا لا 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 يا سفيان، العب الكرة يا سفيان، ابتعد عن هذه المشاكسات وعن هذه المناورات يا سفيان. يقول له يوسف ضيو، انا لم افعل لك شيئا. اذكرنا المدربين اللي صنعوا التاريخ والمجد، كابريتا البرتغالي
أول لقب بطولة في سنة 88 ربح زيدان الجزائري أول لقب دوري أبطال إفريقيا. أوسكار فيلوني وأنجح مدرب في تاريخ الرجاء اللي حقق 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر ودوري أبطال العرب والدوري المغربي. ويأتي بعده محمد الفاخر بأربعة ألقاب. كرة بالرأس. أما الأبجيكو فهو مدرب الفريق لأطول فترة تجاوزت 10 سنوات. زكريا حضراف هؤلاء أيضا يجب أن نعطيهم حقهم ونذكرهم. كرة عرضية. آلان تراوري. تراوري بلمسة يسارية. البوركينابي عمر نمساوي وسند الورفلي من أمام حمد العشير. تألق الرجاء أيضا هذا الموسم عربيا. تجاوز في لقاء الذهاب فريق مولودية الجزائر. يتألق أيضا في دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة على ملعبه في أول جولة من دور المجموعات أمام الترجي لكنه عوض. انطلاقة من الوسط عوض لما فاز على الشبيبة وتعادل على أرضها وعوض لما فاز أيضا على ملعبه. هاي كرة أخرى خطيرة لفريق نهضة بركان. 1-2 محسن يجور الكرة لأنس زنيتي. يبحث عن محسن يجور حاول أن يوقف الكرة تعود مجددا لمحمد عزيز. عزيز هو الزريدة. في العمق الهجومي السفري وجمال السلامي في حديث خاص في مشاورات كيفية التعامل مع الثنائي زكريا حضراف. الرجاء بمن حضر والرجاء برجاله. يرحل من يرحل ويغير من يغير ألوانه. فالرجاء أخضر عالمي مهما كان. لا يقف على رجل ولا على رجلين. لا على لاعب ولا على لاعبين. كرة تعود. لوامبا يقاتل الكونغولي. عمر نمساوي. جماهير الرجاء تصنع الحدث في المدرجات. طويلة الكرة. أوه خطيرة والدفاع مرة أخرى. خطيرة الكرة على أنس سنيتي. واو كانت تبدو سهلة لأنس. ارتطمت بالعارضة ثم عادت. يا للكرة يا للفرصة. هنا عادت من الشاكر. كيف تعيد الكرة بهذه الطريقة يا الشاكر؟ تخرج من الركنية. ما زالت المحاولة قائمة. ربع ساعة يمر منذ بداية هذا الشوط الثاني. تراوري يضيع هدف التعادل. أفلت الكرة من قدمه. you
الباص. محسن متولي الحافظي، واحد اثنين خذوا هات. هذان هما إنيستا وتشافي الرجاء. محسن متولي والحافظي، كرة تمر، فرصة رجوية. قلة الخبرة من أسامة سوكال أو سوخال، ملعبش الكرة كما ينبغي لعبد الإله الحافظي. تعود كرة لعمر النمساوي، فريق العربي والإفريقي الوحيد اللي لعب نهائي كأس العالم للأندية. النسر العالمي وهو اللي شارك في كأس العالم للأندية سنة 2000، قلت وأبدع قلت وتميز قلت. كرة في تسديدة بعيدة، بعيدة بلا معنى. أول كأس عالم أندية جرات في البرازيل سنة 2000 بمشاركة كورينتشينس، باسكو دي جاما، نيكاسكا المكسيكي، ريال مدريد الإسباني، نصر السعودي والرجاء. يا محسن يا جور، خسر مبارياته كلها لكنه أبدع أمام كورينتشينس في اللقاء الأول، خسروا بهدفي لويزا وفابيو لوتشيانو. طلال القرقولي، مصباح، يوسف السفري، مستودع الجاري وأي وأبو ورضا وغيرها من الأسماء التي أبعت وتميزت أمام تشيماو كورينتشينس. ديلسون وريكاردينيو ولوتشيانو. قولوا للزمان عد أو لنصلع زمانا يا رجاء. بدر بانون بالرأس، كرة تعود لمحسن يتولى إبعادها لبين مالانجو. الخطأ ضد بين مالانجو، دخول زكريا حضرف ومحسن يجور. خوف دفاع فريق الرجاء ووسط الميدان، خلاه يتراجع نسبيا، يلعب المرتدات، يقاتل نهضة بركان ويبحث عن فرصة التعديل. هل يدخل محمد مكازي؟ ألان تراوري، الخطأ على حدود منطقة الجزاء. تتهاطل الأمطار بغزارة، هاو البوركينا بألان تراوري. سفيان الرحيمي لم يكن موفقا اطلاقا في هذا التدخل، يميل الى الصراعات البدنية اكثر منها الى الاداء الفني. سفيان الرحيمي، كرة خطيرة على مرمى انس سنيتي. بدر بانون نجوما سوف يكونان في حائط الصد. آخر أوراق طارق السكتيوي الآن. أمين الكأس يغادر وباء أداما رقم 20 واللاعب البديل مدافع. تغييرات طارق السكتيوي، هل تأتي بجديد؟ أدما الموريتاني صاحب 26 سنة اللي كان في نادي باستيا وبرست وأوسان الفرنسيان. كرة لعمر النمساوي، مرور 20 دقيقة منذ بداية هذا الشوط الثاني. محسن ياجور، ألان تراوري، النمساوي، عمر النمساوي، جول.
الفرنساوي يحلق بهدف ولا أروع ولا أجمل بكرة أتقن وضعها في الشباك، بل إنه وضعها بإتقان في مرمى أنس الزنيتي معادلا الكفة معادلا النتيجة. يا لها من صورة من وحي الخيال يا النمساوي، كرة خلف الجدار لفت ودارت وضربت في العارضة وسكنت المرمى، سكنت المرمى حيث تسكن الأرواح الشريرة. هكذا كرة شريرة في مرمى أنس الزنيتي عادل بها الكفة. تراجع مخيف لفريق الرجاء، يصارع الغيابات ويصارع الرفاق الأمس ويسارع وضع المباراة. بركان أشعلت عن طريق عمر النمساوي لوان بانغوما. واو، الكرة لم تصل إلى الهجوم، ونادت بركان يشتغل بطريقة الممتازة. حمدي العشير والشاكير صار يلعب بخمسة في الدفاع، نزل شوية الشاكير صار يتوسط بدر بانو وسند الورفلي وفضل انه ينزل محسن متولي الى وسط الميدان. ما زالت محمد عزيز، زكريا حضراف يراوغ ويمر وتراوري. التسديده سهله من آلان تراوري وانطلاق الان. يلا يا رحيمي أرحيمي، والدفع واضح من يوسفو. يوسفو طيو، هذه المرة خطأ لفريق الرجاء. عمر النمساوي عادل الكفة، محسن متولي يخلي الكرة لعبد الرحيم الشكير. أي في أي مقص لرد الاعتبار، الرجاء يبحث عن ثاني الأهداف، عن أسبقية مجددا في المباراة. الشكير وعلى راس من، هل إلى المرمى يا ترى أو على راس بدر بانون؟ سند الورفلي والوان بانغوما، واحد من هؤلاء، والرأسية إلى وسط المرمى. ضربها ضربها الحافظ أقصرهم أصغرهم، لا 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 مش الحافظي، لوان بانغوما الأسمراني يضربها. حضراف، كرة خطيرة للعشير، مرت العشير على أقصى اليمين. عمر النفساوي يغير رأيه، يلعب عرضية رأسية. الثاني 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 بركاني الثاني بركاني الثاني بركاني الثاني بركاني. محسن يجوري يتابع، محسن يجوري يسجل الهدف الثاني. وفي مرمى من يا ترى هذا الرفيق يا محسن يجور؟ هذا البيت الذي أكلت فيه وشربت وتمتعت وأبدعت يا محسن يجور؟ الثاني لنهضة بركان، تمشي كرة وتستمر. هكذا جاءت العرضية من عمر النمساوي، ثنائي الرجاء السابق يسجل ويصنع، يصنع ويسجل. خليكم من هذا الفتى، خليكم من العب الكرة العرضية البديل. أبا أدما هما الثلاثي، هم الثلاثي من طرق السكتيوي، لكن هما الثنائي، ثنائي الرجاء السابق. من لعب الكرة العرضية برأسه زكريا حضراف، والذي وصل إلى مرمى فريقه السابق اسمه محسن يجور. هكذا من كانا في بيت الرجاء يصنعان البهجة، يقلبان الطاولة على رأس الرجاء. يوسف
بطاقة صفراء ثانية يوسف. يوسف دايو. يوسف دايو قد تنال الثانية يوسف. خطأ آخر تغادر بالبطاقة الحمراء. فعلها محسن يجور. هل هي أول مرة يسجل فيها محسن يجور ضد فريقه السابق؟ ضد فريق الرجاء. واسبق له أن لعب للمغرب التطواني. وسبق وأن لعب للوداد. كرة عرضية تعادل. غريبة ضاعت. وضعية تسلل على بدر بانوش. ضرب بالراس. زهير العربي تدخل. لعبها محسن متولي بذكاء. يا بدر يا بدر. تسلل صارخ يا بدر. وضعية تسلل لا غبار عليه. نهضت بركان يقلب الطاولة. من كان يتوقع يا طارق السكتيوي؟ كوتشينغ ولا أروع اللي يلعب بالكرة. أبا أداما ثالث أوراق اللي ضربها بالرأس. حضراف واللي سجلها زكريا حضراف واللي سجلها محسن يدو. الرجاء يغلب الرجاء. الرجاء يتفوق على الرجاء. تقولوا لإله نقولكم اللي سجل زكريا اللي صنع زكريا حضراف واللي سجل محسن يجور. هذا الثنائي كان قبل سنة أو قبل أشهر يلاقي نهضة بركان ويسجل. ثنائية محسن يجور وهاتريك زكريا حضراف في مرمى نهضة بركان. إمتى؟ كان في شهر 3 2019. قلبت الموازين. تغيرت الألوان. الرجاء أخضر لكن محسن يجور وزكريا حضراف باللون البرتقالي. أدام بار خطيرة للثالث. ووضعية التسلل على محسن يجور. خطيرة الكرة. طبعا أظهرة الرجاء تحتاج لمزيد من الوقت. زريدة تقريبا. سخال أسامة تقريبا يكسر مسيدة التسلل تقريبا سنتيمتر واحد. لم يخرج مع ثنائي الدفاع بدر بانون وسند الوفلي. في كرة محسن ياجور اللي احتسب فيها التسلل. التماس لعمر النمساوي. أي تغييرات من طارق السكتيوي؟ في انتظار جمال السلامي لرد الاعتبار. ما عندوش حلول كثيرة جمال السلامي. الإصابات. الكرة فرصة لبين مالانجو. بين مالانجو. الحارس زهير العروبي يسيطر على كرة الكونغولي. يا بين مالانجو. هل كان بالإمكان أفضل مما قدمت يا بين مالانجو؟ حضراف. محسن متولي. أنس سنيتي. زريدة. الأمطار غزيرة. الأهداف غزيرة. المتعة حاضرة. الشكير. ربع ساعة متبقي على نهاية المباراة. أنس سنيتي. هل كان على الرجاء أن يسجل أهداف أخرى في شوط المباراة الأول وينهي الجدال؟ لما كان يسطو على المباراة خروج محمود بن حليب أثر. غيابات كثيرة تؤثر. دكة احتياط ما فيهاش. اللاعبين القادرين على تغيير الموازين. لدويك ولا جبيرة. واحد اثنين تمر كورة. محسن متولي وفرصة. وركلة جزاء. ركلة جزاء حسنت
الرحيمي لترحم فريق الرجاء. يا لها من كرة، يا لها من فرصة، لعبها محسن متولي وبروعة. الترويض كان مثاليا من الرحيمي، وأي خطر تكبته يا العربي الناجي. عربي الناجي يقع في المحظور، ركلة جزاء لفريق الرجاء لا غبار عليها، راح تهس على قدمه عربي الناجي، وقع في المحظور، والرجاء تعود له الروح. الرجاء تعود له الروح، ركلة جزاء وعلى تنفيذ محسن متولي. محسن هل يحسن وضع الكرة في الشباك؟ يعيد أمل نقطة لفريق الرجاء. محسن يجور زهير، عفوا محسن متولي، محسن متولي يضع الكرة في الشباك، ركلة جزاء رجوية متولي. آي 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 آي. محسن متولي وضع فوق الشباك، فوق المرمى. ليست هذه العادة يا محسن يا متولي، تولى التنفيذ ولم يحسن وضع الكرة. وفرحة كبيرة لعشاق وأنصار نهضة بركان، خيبة أمل لفريق الشعب، للشعب المناصر. كرة أخرى، محسن يجور، من محسن لمحسن، من متولي لليجور، من أخضر للبرتقالي، من الرجاء إلى نهضة بركان. خذوا هات، هاتوا خذ. ضيع متولي ويصد أنس سنيتي كرة محسن يجور، كرة بالرأس من بدر بانون، مبعدة من زريدة، الحافظي في الانطلاق بن مالانجو، والعربي الناجي إلى خارج أرضية الميدان. أي لقاء، أي إثارة، أي تنافس. بعدما ساد الصمت، وقفت هذه الجماهير البركانية الآن سعيدة. ضاع ما ضاع وسجل ما سجل. براس انطلاقة زكريا حضراف، حضراف وحمد العشير، العشير يا العشير، وحضراف داخل منطقة الجزاء خطيرة، والشكي يتدخل، الحديد بالحديد يفلح. ما عندوش حل زكريا حضراف. تغني الجماهير، كرة من الركنية باتجاه عرب الناجي. واو، إعادة الكرة تماما لزهير العروبي. خدوهات زكريا حضراف بالخطأ من سند الأول الفلي، خطيرة دخل منطقة الجزاء الانتراوري، وفي المكان المناسب أنس سنيتي. عاصمة البرتغال سعيدة، سفيان الرحيمي يمر، الرحيمي وحكم المباراة يأمر بالمواصلة ما فيها شيء. رضوان جيد خلك نوت، قم وغني على ليلاك. كرة في الانطلاق، هذه فرصة، محسن يجور عبر مر، يجور يجور، وتسديدة محسن يجور، قطعة من قطع الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة الآن واحدة هناك واحدة هنا، مساحات كل واحد تخلى عن الدفاع. محسن يجور والحافظي في المساحة الشاغرة، كرة خطيرة من الحافظي ويجور بالرأس خلفية،
سبق الكرة شوية وعادت برتقالية عند زكريا حضراف. تراوري نزل إلى وسط الميدان وخدمه كان زيد كروش. تراوري البوركينابي مقطوع الكرة فيها خطأ للرجاء خلاه الحكم وإذا ضاعت سوف يعود إليه. مر هذا الفتى هذا القصير هذا الصغير وصغير آخر وعرضية أخرى بعيدة يبحث عنها سخال ولم يجدها. أسامة ما فيها شيء يا محسن ما فيها شيء إطلاقا للأمانة يا محسن متولي ما فيها شيء ولكن هذه ممكن يكون فيها تسلل على المحسن نجوم. فعلا ظاهران شابان ما عندهمش الخبرة والتجربة الكافية في غياب جبيرة في غياب دويك في غياب عمر بطيب وهذه تقولوا فيها ولا ما فيهاش. تكاتف 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 ظل التكاتف على أنه في خبراء تحكيم أشطر منا. عاصمة البرتغال سعيدة زريدة محسن متولي بن مالانجو شاكير سخال رحيمي الحافظي يعود الآن نهضة بركان إلى الخلف ليعتمد على المرتدات وكرة وفرصة لرحيمي ماذا تفعل؟ رحيمي ماذا تنتظر؟ سفيان رحيمي ماذا تريد أن تقرر؟ من غيرك سوف يضرب الكرة يا سفيان؟ وفي هذه الأماكن وفي هذا المكان بضربان هون على سزنيتي. تعود الكرة فرصة لبدر لاعب على الأرض يعاني من إصابة الآن تراوري البوركينابي عاصمة البرتغال سعيدة بهؤلاء المشجعين والمناصرين مدينة التي أجبت البطل الأولمبي هشام القروش أسرع عدة في 1500 متر. تحية لهشام القروش وأنجبت أيضا عادي لرامي لاعب سابق لفالنتيا وليل والمنتخب الفرنسي ينتمي إليها الجوهرة حكيم زياش الرائع مع أياكس أمستردام. 5 دقائق على النهاية حفيدي لوانبا سند الولفلي كرة تمر لمحسن متولي يراوغ يعبر الخطأ من زكريا حضرف. جمال سلامي غادر كرة 1-2 والخطأ على حدود منطقة الجزاء ما فيها يقول حكم المباراة. رضوان جيد خلاها شعلها 4-4 طويلة الكرة لمحسن ياجور أي وبالبراعة اللازمة وصل على الكرة أنس سنيتي أفلتها لما خرج وزلت أقدامه من خارج منطقة الجزاء. الحكم المساعد كان يشاهد كان يمكن أن يرفع الراية إذا ما شاهد شيئا ما. تمشي كرة لبين مالانجو يقف عليها بين مالانجو وكرة وفرصة أي 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 ما تلوموش هو شاب هو صغير لا تلوموه. هذه فيها لعبد الإله الحافظ
لمحسن ياجور، خروج لأنس زنيتي. هل المس هل ظل مسيطرا على الكرة خارج منطقة الجزاء أو لا؟ نعم، أفلتها لما خرج من منطقة الجزاء. نهضة بركان في هذا الشوط الثاني يبدأ يسجل ثنائية ويقلب الطاولة على الرجاء ويقترب من من زيادة الغلة بثلاث نقاط أخرى مهمة، أن تفوز على الوداد وأن تفوز على الرجاء، فأنت محط الأنظار، فأنت تقترب من البوديوم لأول مرة في التاريخ. بين مالانجو كرة خطيرة رجوية لبين بين مالانجو، محسن متولي، محسن والعرضية، وزويل عروبي يسيطر عليها يؤمنها ويؤمن بذلك فوز فريقه. عرضية زويل العروبي في المكان المناسب، كرة إلى تماس اللحظات الأخيرة من اللقاء. وضعية تسلل، نعم زنيتي يلعب كرة، بكر الهلال يتفوق، هناك خطأ نعم موجود. حدث تغيير آخر في صفوف فريق الرجاء بدخول رقم 30، لم نشعر بذلك. أيوب نناح، كرة واحد اثنين وفرصة لبين مالانجو، والتصويب والجول. هو 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 الحافظ، هو عبد الإله من غيره، إلى الطريق يعرف بيته، ومن بيته إلى الشباك يعرف طريق المرمى. عبد الإله الحافظ يدون الثاني للرجاء في مرمى زهير العروبي، سجل ذلك مبكرا في الشوط الأول، ويسجل على بعد دقيقتين من نهاية 90 دقيقة. الحافظ أولا والحافظ ثانيا، الحافظ في البداية والحافظ في النهاية. مرت كورة تدرجت بوم في الشباك، الرجاء يعود إلى منصة التعادل. واو 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 واو، بسبعة أرواح الرجاء، بسبعة أرواح، ضربت فيك يا ناجي، ضربت فيك ومرت إلى الشباك. الحافظي بعقله يقول لكم بالعقل، أنا موجود إذن أنا أسجل، أنا موجود الحافظي إذن أنا أسجل. كرة أخرى رجوية، محسن متولي وتسلل، نعم تسلل، لا 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 لا، الحكم لم يرفع رايته ولا الآخر، رضوان جيد أطلق صفيرته، والخطأ من بدر بانون. ما الذي ضاع على فريق الرجاء؟ كادوا أن يفعلوها وللثالثة أن يسجلوها، هكذا مرت كرة. أي شوف نفسك وين تقف يا محمد يا عزيز، شوف نفسك أين وقفت يا عزيز. العروبي ينقذ النهضة البرتقالية من نهضة رجوية، كان يمكن أن يكون الثالث، والهدف لو سجل كان يمكن أن يكون شرعيا، لأن سفيان الرحيمي لم يكن متسللا، لأن محمد عزيز كان يكسر التسلل. مباراة مجنونة، مباراة مجنونة، ولم يسعفني صوتي يا الرجاء ويا بركان، لم يسعفني، مجنونة مجنونة مجنونة. دقيقة 90، أيوب نناح، تمر كرة لزريدة، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، هذه تحتاج لخمسة، تحتاج لستة. بكر الهلالي، الهلالي بكر، عادت له الكرة من حمد العشير، محسن ياجور والشكير، ثلاث دقائق. بركان تريد الفوز، الرجاء تريد على الأقل التعادل. أي لقاء، أي لقاء، أي صمود. كرة عرضية سهلة لأنس سنيتي، وخطأ من ألان تراوري. في مباراة
بين نهضة بركان والرجاء، سجل فيها 4 أهداف، 3 منها بأسماء رجوية كانت في السابق أو حالية. كرة أخرى بين مالانجو، محسن متولي، محسن واو ما فيها، تسديدة من الحافظي، الهاتريك الحافظي، واو كانت قريبة. لوامبا يقاتل، الحكم يحتسب خطأ للرجاء. الرجاء بعد تسجيل هدف التعادل كان قريبا من تسجيل هدف ثالث على مرتين. وكرة كرة أخرى، أي عودة، أي رجاء، أي فرصة. بكر الهلال في مهب الريح، بكر الهلال في مهب الريح، محسن متولي يكسب خطأ. أي رجاء هذا، أي شعب هذا، أي عودة هذه، أي عبد الإله حافظ تملكون، أي محسن متولي تتولون. كرة من مخالفة، الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضايع. مباراة القمة وفت بالوعود، والرجاء وكرة لمحسن متولي، يمر متولي الأول، الثاني والثالث، وضاعت غريبة، ضاعت وسهيل العروبي ينقذهم، ينقذ نهضة بركان من 3 أهداف من البركان في بركان. ما هذا، ما هذا، ما هذا يا رجاء؟ أقلت 7 أرواح، هذه مش 7 أرواح، 100 روح، هذه 100 روح في جسد الرجاء، لأنهم فريق الشعب، لأنهم يملكون التاريخ. انتهى كل شيء. أي مباراة كبيرة قدمت يا نهضة يا بركان، أي لقاء للتاريخ يسجله الرجاء، 4 أهداف، 3 بأسماء رجوية، الحافظي مرتين، يجور لبركان وعمر النمساوي. انتهى الموعد، انتهى لقاء القمة، انتهت القمة في الأسبوع 13 بكل روح رياضية بين جمال السلامي وطارق السكتيوي. بركان هدفان، الرجاء هدفان، وهذه الجماهير من حقها أن تغني وأن تغني ليلا ونهارا، صبحا وعشية، يوما وأسابيع وشهورا وسنوات. إنه الرجاء يا سادة لما يفرض منطقه، إنه عبد الإله الحافظ حينما يؤكد كلمته ويسجل أهدافه. نهضة بركان استحقت أفضل من نقطة، ولكنها حافظت على نقطة، والرجاء استحق أكثر من نقطة ولكنه اكتفى بالنقطة. الموعد في بركان انتهى، والصورة نهائية عند التعادل بهدفين لمثلهما. برافو للفريقين وبرافو لمشجعي كلا الفريقين. نهضة بركان بطل والرجاء بطل. إلى اللقاء أيها الأبطال.